أصبح اليوم كنرد ملائما مع العدلية، وكذلك الأمن القضائي الذي يوفره القضاء والقضاة، سواء قضاة الحكم والقضاة النيابة العامة، من خلال يعني أحكام تراعي المصالح والتوازنات الاقتصادية داخل السوق الاقتصادية. طبعا الحال تعديل هذه القوانين الجديدة التي تم يعني دمجها ب التي تنتمي إلى ما يسمى بقوانين زمرة القوانين الاقتصادية، هي قوانين حديثة. نعلم جميعا بأن النصوص المؤثرة لقانون المنافسة بالمملكة المغربية يعني ابتدأت نهاية التسعينيات، هي التسعينيات من خلال القانون 096 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. هذا القانون الذي كان يعني في مرحلة مضغية وأعطى يعني الإطار العام الأولي لقانون المنافسة، وحاول أن يؤثر يعني بشكل أو بآخر يعني الممارسة الاقتصادية التي يعني يجب أن تسود في سوق يعني تنافسية تحترم المستهلك، تحترم حقوق المنافسين، وتوفر يعني تكوين أسعار من خلال قواعد شفافية، قواعد ملاقاة العرض والطلب، وممارسة الاحتكار وغيرها من الممارسات التي سنأتي على ذكرها في مجال. فأهمية الموضوع هي بطبيعة الحال هي أهمية بالغة. لماذا؟ لأننا اليوم في المغرب ملي كنشوفوا يعني التطور الاقتصادي والعلاقة الجذرية بين ما هو قانوني واقتصادي، كنلقاو أن الاقتصاد المغربي كما تعلمون جميعا مرة من المراحل. المرحلة الأولى على غرار الدول الحديثة بالاستقلال يعني كانت مرحلة كانت فيها الدولة والمؤسسات العمومية هي الفاعل الاقتصادي السوقي، اللي كانت السوق يعني تقوم به يعني جميع الأنشطة الاقتصادية ويعني تشغل يد العاملة، وكانت هي الفاعل الاقتصادي. وهذه مسألة طبيعية جدا، لأن جميع الدول بعد الاستقلال يعني عرفوا جميع أن من الآليات التي استعملت من أجل يعني عقد عقود الحماية في وقت معين كانت يعني منح قروض والهيمنة الاقتصادية على بلدان معينة، بالتالي فعقود الحماية كانت يعني آلية استعملت يعني من طبيعي الحال لتغطية مجموعة من تغطية الهيمنة الاقتصادية التي مورست قبلها. بالتالي فبعد الاستقلال جميع الدول، كنشوفوا الدول الإفريقية والدول العربية والدول العالم الثالث، هذه الدول سعت إلى تأمين اقتصادها حتى تمنع تكرار ما وقع فيما سبق، وبالتالي فكانت الدولة هي الفاعل الاقتصادي الوحيد، لم تكن هناك مقاولات بالنسبة للدول النامية والدول العربية والدول الإفريقية التي طبيعها ينتمي إلى المغرب. بعد ذلك تأتي مرحلة ثانية، مرحلة بداية الثمانينيات، حيث بدأ جليا أنه يجب الانخراط في المسار التنموي من خلال خلق مقاولات يعني مقاولات تنتمي الى القطاع الخاص، بالتالي فالقطاع العمومي لا يمكنه وحده ان يكون فاعلا اقتصاديا. وبرنامج التقويم الهيكلي الذي ربما سمعت به الجميع في بدايه الثمانينيات تم ارساؤه، وكان يعني في المملكه المغربيه اعتمد على يعني تقويه القطاع البنكي باش تكون عندنا واحد الممول اساسي للمقاولات، يمكن لها في يعني انها تنشئ مقاولات. لكن بطبيعه الحال هذا البرنامج صحيح اعطانا في المغرب يعني نظام بنكي قوي جدا، لكن ينتمي الى ما يسمى اقتصاد المديونيه. فبعباره اخرى بان مقاوله باش يمكن لها تشتغل لازم ان تلجا للقروض البنكيه، وانه يعني سياسه الاقتراض هذه مكلفه سواء من حيث الكودوفيان، من حيث مصاريف الفوائد البنكيه التي كانت مرتفعه الى ما وما الى ذلك من الضمانات التي لم يتوفر عليها الفعل الاقتصادي حتى يتمكن طب الحال من يعني من 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 توفير راس مال كافي للاستثمار. فنهايه التسعينيات بدا جليا الاقتصاد المديونيه لم يعد هو الحل. هاد القوانين اللي كتكلموا على قانون المنافسه وقانون الاسعار وقانون البورصه والقوانين البنكيه كلها بدات انطلقت سنه 1990، ورغبه المغرب الجاليه وتصريحه القوي برغبته في انتقال ما يسمى الاقتصاد المديونيه الى اقتصاد السوق، حيث المبادره الحره، حيث المقاوله، حيث فتح راس مال المقاوله للاغيار،
حيث تمويل المقاولة لا يجب أن يتم ولن يتم فقط عبر اقتراض، يمكن المقاولة أن تلجأ إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى فتح رأس مال الأغيار، ومن ثم يعني تكوين يعني رأس مال قوي يمكن الاستثمار دون الخضوع بطبيعة الحال لسياسة الاقتراض، وسوق البورصة هي خلقت لهذا الغرض. إلى جانب ذلك تم خلق محاكم تجارية، قانون تجاري جديد، وطبيعة الحال كان قانون المنافسة والقانون الذي كان يجب أن يعني يتمم هذا الورش الإصلاحي الذي يمكن المغرب انتقال من اقتصاد المديونية إلى اقتصاد السوق يعني بتأمين القانون. لكن القانون 9906 المتعلق بحدود الأسعار المنافسة يعني جاء بطبيعة الحال، وهناك بعض الدول الشقيقة كتونس وبعض الدول كذلك التي يعني من الوهلة الأولى التي أرسلت فيها القانون قوانين جديدة للمنافسة خلقت مؤسسات لها سلطات تقريرية. المملكة المغربية اختارت التدريج، تالفة مجلس المنافسة أو سلطة المنافسة في ظل قانون 9906 كان مجرد سلطة يعني مؤسسة استشارية تستشار من قبل بعض المؤسسات سواء العمومية أو من قبل المحاكم بطبيعة الحال. لم يعد بالإمكان يعني في ظل انفتاح المملكة المغربية على المحيط الإفريقي والاستثمار الأوروبي كما تفضل السيد الرئيس، فالمغرب منظمة التجارة الدولية تم تأسيسها بالمغرب، لم يعد مسموحا للمملكة المغربية أن يعني تتوفر على قانون لا يضمن حماية كافية للاستثمارات الأجنبية، لا سيما أن المغرب هو يعني من المرتقب أن يكون يعني محطة تحول وانتقال رأس المال سواء الإفريقية، وكذلك أن يكون يعني مرتع الاستثمارات الدولية، والتقارير الدولية في الشأن أوصت كلها من تقارير البنك الدولي أوصت المغرب بإرساء نظام للمنافسة يخوي سلطة تقريرية للمؤسسات ويخول الزجر فعلي لهذا القانون. ثم جاء قانون 104/2012 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ثم قانون 20/2013 المتعلق بمجلس المنافسة، وكان نتيجة التعديل الدستوري دستور 2011 الذي سن من طبيعة الحال الذي أسس مؤسسة الحكامة مجلس المنافسة كمؤسسة يعني يعهد إليها بزجر المخالفات المنافية لقواعد المنافسة. يعني ونلاحظ أن التشريع الدستوري انتقل من المرحلة الاستشارية إلى المرحلة التقريرية بالنسبة للمؤسسة. القانون القديم كانت مؤسسة استشارية، والقانون الجديد هي مؤسسة تقريرية، أصبحت لها سلطة تقريرية وضمانات تم إرساؤها وتقريرها على القوانين التنظيمية المنظمة للمجلس كما قلت له. القانون حرية الأسعار والمنافسة 204/2012 وقانون المجلس 20/2013. فهذه القوانين بطبيعة الحال هذين القانونين يعني كما يقال هي قوانين جاءت كذلك ملائمة للمعايير الدولية ووفرت جميع الضمانات التي أوصت بها التقارير الدولية مرتبطة بمناخ الأعمال والاستثمار، بحيث أنه أصبح بإمكان يعني زجر المقاولات أو الفاعل الاقتصادي تكلم بعد المقاولة فهو المقاولة في قبل المنافسة وش هي الشركة التجارية وش هو التاجر الفرد، يعني هناك خصوصية من طبيعة الحال خولت يعني فعلا وجود مؤسسة يمكن أن يلتجأ إليها الفاعل الاقتصادي سواء كان مقاولة أو كان ضحية أو كان مستهلك في هذا المجال.